استغل صيفتك كأستاذ في القانون الدستوري نعم. ونعمل بعض المراوحة النظرية، يعني اعتمادا على التجارب المقارنة، في تقديرك أكيد أنه ثم أحزاب مقاومة قاومت الاستبداد والتسلط في أنحاء العالم والديكتاتورية، وبعضها شارك وبعضها قاطع الانتخابات، يعني أي جدوى ربما من المقاطعة في هذه الأنظمة المقارنة وفي هذه التجارب المقارنة، وأي جدوى للمشاركة في هذه التجارب المقارنة، يعني شنو الأثار ربما اللي تحققت أكثر، سواء هل كانت مع المقاطعة أم مع المشاركة في بعض التجارب؟ شوف نرجع للتجارب المقارنة، نجد ثم حاجة ثابتة أن المقاطعة يعني هي تعني هو عدم الثقة في صندوق الاقتراع ودفع الشعب إلى التغيير بواسطة وسائل أخرى قد تكون مكلفة، الثورة والآخر يقول لك بالكفاح المسلح وإلى غير ذلك. يعني مسألة الصندوق وأهميته، وهذايا أنا في الرسالة قلت ومن هنا أتوجه إلى الهيئة ولقيس سعيد وإلى القوى الصلبة في الدولة وإلى الوطنيين الكل، لا تسقط حلم هذا الشعب في الصندوق. الصندوق يجب احترامه، وكل من منكم كل من عرقل أو وضع حواجز بين هذا الشعب، إرادة هذا الشعب والصندوق، فأنه يتحمل مسؤوليته التاريخية في ذلك. هذاك علاش الموضوع ماهوش قضية قيس سعيد، قضية وطن. لابد من أن شعبنا يعرف أن يمكن التغيير بواسطة الصندوق، لأن المقاطعة كما قلت يعني ستكون مكلفة. أنت غدوة كيف افتراض اليوم الناس مثلا للأسباب هذه تمشي تقاطع، إيش مازال لنا كان نحب ننظروا لثورة جديدة، وحتى تأتي وقد لا تأتي والكلفة كبيرة على البلاد، وهذه وتحمل مسؤولية هذا كل من عرقل هذه العملية الانتخابية. نرجع بالتجارب التاريخية، يخي بينوشي باش خرج بالانتخابات وفي أمريكا اللاتينية العديد أخيرا، يعني العديد من الأنظمة في إفريقيا مشيت للانتخابات. يعني الانتخابات أصبحت اليوم هي الطريقة، لأن الشعب طريق التغيير العنفي والثوري يعني أصبح مكلف على الجميع، وبالتالي لابد من أن نشارك في الانتخابات. لا سيما نقول على الرغم مما وضع اليوم في تونس من عراقيل كثيرة، حتى المترشحين والبونديتيزم اللي تحكي عليها والبطاقة عدد ثلاثة والجنسية وإلى غير ذلك، على الرغم من كل هذا فإن هذه معركة لابد أن يقع خوضها، وعن آلياتها أنا أمس كنت نص حول البطاقة ثلاثة واقترحت على المترشحين وعلى عموم الشعب وعلى الأحزاب وعلى المجتمع المدني شو يعمل. نخوض هذه المعركة، نحتفظ بإمكانية المقاطعة النشيطة في صورة ما إذا حقيقة ظهر أن هناك سد منيع يريد أن يمنع الشعب التونسي من الاقتراع السري والمباشر لتكريس خياره، فعند ذلك نتحول إلى المقاطعة النشيطة، وعندئذ ستدخل البلاد في حقيقة ديناميكية غير محمودة، قد يتحمل مسؤوليتها قيس سعيد وهيئة الانتخابات والقوى الوطنية داخل الدولة أو خارجها التي تتركه يعبث بهذه الطريقة.